السلام عليكم البنات، كدايرين؟ لاباس؟ بخير؟ عانين؟ عمركم هي هذيك؟ وليداتكم كاع عمركم؟ المهم نشاط. المهم ان شاء الله فيديو جديد معاكم. فيديو نهايرت اليوم البنات. المهم بديت لكم الله كيش غدينا، تشكيت بعد واحد شويه، لبست ان شاء الله. غدا نمشي ان شاء الله البنات، نمشي للدار ديالي وغنديكم معايا ان شاء الله، ندير لكم واحد الجوله خفيفه ونشارك معكم انا هي اللي خديت واش الفروميه اللي دوزيام، كلشي غنتقاسموا معكم في هذا الفيديو وتشوفوا. حيت اختي صافي قربت تحول، صافي اختي تقريبا كملات ديالها، انا اللي باقه. المهم كلشي غنتقاسموا معكم في هذا الفيديو ان شاء الله باذن الله. نخليكم مع الفيديو وما تنساوش البنات ما تنسونيش باللايكات ديالكم باش نبقى كل نهار نتقاسم معكم فيديوهات ان شاء الله باذن الله. المهم خليكم مع الفيديو الغزالات، انا غادي نمشي دابا ان شاء الله باذن الله، حيت قريبه من دار الوالده ما بعيداش، وانتم معايا ان شاء الله في نهايرت اليوم اخواتي. قولي قولي البنات سلام. زيدي اختي، قولي البنات، قولي الرجيلات باقي ما كاينينش، بقى ما كاينينش الرجيلات. قولي لهم سلام، قولي لهم سلام، قولي لهم انا جيت للمغرب اول مره. قولي لهم يلا نخليكم مع الفيديو الغزالات وانتم معايا. قولي لهم خسرتي المهمه، بغيتي تسقطنا. كتحل بها بس لي مالك؟ لا لا شهد بسم الله. يلا سير. المهم البنات انا طالعه. المهم بلاتي انا. المهم الغزالات رجعت معاكم، انا جيت للدار كيف ما كتشوفوا البنات، كنت مخشماني انتيا. المهم البنات كيف ما شفتوا، كنت ملي كنت هنا كان باقي الخيمه باقي ما مركبش، الدار باقه. المهم غندور لكم. المهم البنات انا خديت الدوزيام، هي اللي غنسكن فيها ان شاء الله، اختي سكنات في البروميان وانا الدوزيام. المهم ندور لكم عاد غنهوتكم، نشوف لكم دار اختي، ندير لكم فيها واحد الجوله خفيفه، نقول لكم حتى جليت حيت ما كانش كامل ان شاء الله باذن الله. وهانتوما معايا، المهم ندور لكم وهانتوما معايا البنات. هانتوما المهم نبدا لكم من هنايا، راه الجليج كمل كيف ما كتشوفوا. كنت كيف قلت لكم ملي شاركت معاكم كان باقي، شوف تبارك الله الخدمه هذه. المهم حيت الجليج راه كنت شاركت معاكم بان صوبوا لي خويا، وكانوا هاد الرخامات هما ما راكبينش. درنا هنايا رخامات كيف ما كتشوفوا، هاد الرخام هذا راه شويه عامره غبر الدار. هذا هو الصالون، راكم شاركتوا معاكم حتى هو. بالنسبه لبنات الجدادات اللي باقيين ما شافوش، باقي ما صبغنا ما والو، باقي نفرعه خلاها باقي نفرعه. ركبوا غير الريدوات، الريد هادو الفدريش هو اللي ركب كيف ما كتشوفوا البنات. باقي السراج ان شاء الله غيجيبو من زكريا ان شاء الله باذن الله، الله يوصلو على خير. مني غيجي غيجيبو معاه. صالون راه كبير تبارك الله، صالون راه كبير، ومني غتصبغ غتبان اكثر زوينه. وهذا البيت الاخر تاهو، شوفوا جليت كيفاش طلع فيه تبارك الله ما شاء الله، طلع غزال. ماما لا لا، بيت واحد غنديرو ليكم بيتكم وبيتي انايا، وهذا غنديرو انايا ان شاء الله بليسه.
قوليس البنات والصالون حكوا لجاو رجال بغيت يبركيو هنايا والعيالات يبركو في الصالون ولا العيالات يبركو هنايا. بغيت بيت نخليه بحكم ندير فيه شي صالون رومي وهذا نديرو صالون بلدي ولا غنشوف هذيك الساعه ان شاء الله كلشي ان شاء الله من بعد راه غنتقاسموا معكم البنات ان شاء الله باذن الله. شو هادو الريدو راه راكب هانتوما البنات شوفوا هنايا الدنيا زوينه هنايا عمرات الدنيا البنات كلشي تبنى تبارك الله كلشي بقات هادي اللي باقينا مرا غيبني ودور التباع والبنات شو يعني هنا تبارك الله كلشي هنا راه بداو كيعمروا مخبزات المهم بلاصه زوينه ماشي شارع زوين وبالنسبه للمريح شفتوه هنا الحمام هانتوما جليج ديال الحمام كنتو ما شفتوش البنات بغيت نشرح لكم هادشي هانتوما شو هانتوما درنا هذاك الجليج اللي كبير درنا هاد الجليج ما هوش راه بقى ما ركبش ماما عندي لكم جوله عند اختي وتشوفوا شوفوا هاد الجليج راه واعر شي حاجه زوينه درنا جا زوين مع هذا هذا الحمام والكوزينه الكوزينه بنات الله نهار اثنين عاد غيركب الريدو ان شاء الله باقي ما ركبش بلاتي يا ماما او كيف ما كتشوفوا الكوزينه هي هذه واش غنشوفوا ها نشوفوا ان شاء الله كل مره من جو المغرب نعيشوا فيها صافي تقولي ماما غنعيشوا فيها اي ان شاء الله دي دارنا هذه بنيتي الله يدخل علينا في الصحه والسلامه وطول العمر يا ربي وهذا بيت اخر ان شاء الله هذا هو اللي غنديروا بيت البنات شفتوا واش ليش كيفاش هذا هو هنشوف هذا هو يا ام هذا غنديروا بيت الدريات ولا غندير هذا بيتي ان شاء الله شوفوا الجليج كيفاش البنات شوفوا الخدمه شوفوا الخدمه تبارك الله ما كاين لا ديف ولا والو خدمه مشقونه مشقونه او غندوز نشارك معكم دابا الناس غندوز نشارك معكم البرطمه ديال اختي البرطمه ديال اختي راه جا صلحتها جا قادتها بقى ليها غير دات ان شاء الله تحول ليها المهم انا غنعود نوريها لكم ان شاء الله ندير لكم فيها واحد الجوله خفيفه راه بدات كتجهز فيها ما شاء الله المهم هادي هانتوما البنات هادي شوفوا شوفوا تبارك الله انا راه باقا فرعه اختي راه جا كملاتها هانتوما البنات المرح حيت بحال بحال ديالي راه نفس الفصاله نفس القبص نفس بدله ولكن اختي بدلات لكم بيت ديال القبص شوف الصباغه راه صبغات وكل شيء شوفوا تبارك الله الصباغه شحال زوينه هانتوما هانتوما شحال زوينه تبارك الله يدخل عليها بالصحه والسلامه وطول العمر ان شاء الله بالهنا شوفوا انا في الجليج نفس كل شيء هانتوما هانتو هذا بيت هذا هو حتى هي غديروا شي بيت جلسه كيف ما كتشوفوا شو البنات السراجم زوينين السراجم ديال المغرب راه داروا كاليتي زوينه وشي حاجه زوينه اوف حتى الريدو زوين وهانتوما البنات راه تبارك الله حتى هادو راه زوينين حتى هادو ديال هنايا المغرب زوينين غير زكريا انايا بقى كيسيستي غير ضروري نديرهم ديال الهي يكونوا احسن وهنايا هانتوما هي راه تركبات هذا المهم هذا بيت الصالون وريتو ليكم كيفاش طلع شوفوا هنا نصور لكم في بارطمتكم ها ها نصور لكم اختي في بارطم نشوف هذه دارتي انا كيفاش غتطلع ان شاء الله ناتي الحمام غتباني ديري هوك غتباني حيدي بغيت نبينك هانتوما البنات هذا هو الحمام شوفوا هادو اللي كنا جبنا من الهي بحال ديالي هادو راه بحال اللي عندي انايا حيت جبناهم من الهي هادو شي حاجه زوينه بحال الكاس شفتوا شحال زوينين البنات وهاد ركبات اختي عندها باقا مثلا باقا ما عنديش ان شاء الله غنغير انا شويه هي جابت هذا انا غنغير واحد شويه وكيف ما كتشوفوا
حتى البيبان فنين اللي داروا البيبان ديال هنا راهم فنين. شوف هادو البوانيات تاهما زوينين. حيدي حيدي بوانيات زوينين تبارك الله. بيبان زوينين هانتوما البيبان اللي داروا راه شي حاجه زوينه. ايوا ها الحمام اختي هوفو هاد الناس هادو تاهما كنا جيناهم من طاليان راه كنشاركتو معاكم وتقاسمتو معاكم بحال ديالنا يعني جوج هاد جنة وحده لختي وحده لينا. شوف بقا دير خاصها الجاجة تبارك الله زوينة. وهنايا الكوزينة. الكوزينة مهم راه باقا ما كملاتش باقا ما كملتهاش باقا ليها الرخامة باقا. هانتوما البنات الكوزينة راه باقا هادي باقا ما حيدتش ليها هادشي. المهم راه باقا باقا تركب في الكوزينة كما كتشوفوا. سليماني ركبتي الرخامة؟ ركبتها. هادي ركبتيها؟ باقا لي هادي. كنك هادي الوحيدة دلوها ما يبقاش هادي هادي نضربوها. غديري كامل؟ ما عجبنيش فيها. ما علاش زوين؟ لا. ها؟ الثمن ديال الحقيقي 38,000 المتر. تبارك الله ما كرهتش حاجة زوينة يا سليماني. اللون ديالها باقا ما تهبطش. هذا هو اللون ديالها. اه زوين. صبحنا بلاصت هادي الفران والباستوفيليا هنايا راه دايرين ليها. المهم ندير لكم عن بعد تشوفوا. هادي عجباتني هادي جات زوينه والدويه اللي درتو ليها ديال الصبغه فن جات واعره. وهنا بشرى ديري ديكورات هات هانا البيبان هادي بسريق بدات وهنايا بيت البنات. البنات راه جات دخلت ناموسيات راه باقا ما المهم انا باقا ما مقاده والو غير كتجيب دابا. هانتوما شفتو هاد الصبغه واعره هاد الصبغه عجبتني فنه فنه صبيغات مريوات شقيت المريوات هانتوما شفتو هاي هاي هادشي هادشي فيديو احنا ماما اسقط الدريه يا بيتنا. ضروري ان شاء الله لا زوين تبارك الله كل شيء زوين كل شيء. وهنايا المجازات المجازات فيها قشقش كيف ما شفتوا. المهم دعوا معي تاني يسر لي ان شاء الله ونكمل البريطمة ديالي ان شاء الله باذن الله بشويه بشويه. هنا غنحفز معكم الفيديو نقول لكم حتى نتوما البنات الله يكمل عليكم. بزاف البنات اللي باغيني يشري والله يسر لكم والله يسهل عليكم. وان شاء الله غنشارك معكم غنتقاسم معكم حتى البريطمات اللي كيديروا خوتي ان شاء الله. البنات غير صبروا عليا حتى هي غنحطها لكم. وكاينين بارطمات جداد دابا كنقربوا يكملوا تقريبا هنا دائما في الضربه
نواصل في مطار مهم القريب ديهم المطار ديال محمد الخامس، حيت بزاف اللي ما عارفينش. صافي هادشي اللي كاين. مهم بلاصه زوينه، هاد البلاصه اللي فيها حنايا راه زوينه ومقيقيه، يعني فيها الناس تبارك الله اكثريه هنايا ناس الهدوء. هنا بعدا الهدوء، الناس هادئين. هادشي اللي كاين، حنا كنقلبوا دائما على البلاصه اللي يكونوا فيها الناس زوينين وهادي. وهادشي اللي كاين الغزالات، وهنا غنحبس معكم الفيديو. نقول لكم الله يسر لكم، وشكرا لكم بزاف على التعاليق ديالكم والدعم ديالكم واللايكات ديالكم اللي خديتكم. وهنا نقول لكم قبل عليكم ما شاء الله فريوسكم، وما تنساوش دائما انني احبكم في الله اللي خديتكم عليا. السلام عليكم. نمشيو.